في الدار وصراحة أنا مع هاد الحرارة وهاد الجو وهاد السخون بغيت نصايب شي طرطة تكون باردة بيان سور طرطة بدون فرن. غادي نعطيكم واحد الطريقة اللي تكون سهلة بالنسبة للبنات اللي كيبغيو يصايبو لي طارت وما كيعرفوش يطلعوا لا كريم فريش أو لا مكتكونش عاملة الباطيدورة باش يطلعو كريم فريش. أنا جبت لكم واحد الطريقة زوينة باش غادي تصايبو بيها واحد لا طارت بدون ما تحتاجو لا باتيدورة ولا الدراب ولا حتى شي حاجه. طريقه سهله غادي تعملوها في نص ساعه ما كاملاش. الحاجه الوحيده انها غادي تحتاج واحد الوقت باش انها تبرد في الثلاجه. غادي تاكلوها وغادي تعجبكم انا متاكده 100%. الطرطه اللي انا اختاريت اليوم غادي نستعمل طرطه ديال اللوتوس. اول حاجه انا شريت هاد شنو سميتو راه معروف غادي تلقاوه في السوبر ماركت كريمه سواء تقدروا تعملوها هكا في الخبز كيف ما كتشوفوا تقدروا تاكلوها هكا في الخبز اولا تقدروا تصايبوا بها حتى لي طارت ديالكم. انا خديت هادي عندي هنايا نص سيترون ديال الناطا اولا الكريم فريش. غادي نستعمل نص سيترون ديال الحليب وهنايا خديت لي بسكوي ديال لوتوس. هادو هما اللي غادي نطحن مع ثلاثة ولا أربعة ديال المعالق ديال الزبدة باش غادي نجمع البسكوي ديالنا وغادي نعملو في المول من تحت. غادي يكون حتى طبقة رئيسية لا ماشين باش غادي نطحن. ها هي عندي هنا بالنسبة للليمون وكيجي وحدة لاصقة مع وحدة وكيجي معمرة بالكريمة اللي هي هادي نيت. بيان سور انا حب استطلاع وبيان سور كيعجبني لوتوس فانا فتحته خديت منه واحد جوج تقيسو كيف ما كتجي كيف ما كتشوفوا بحال هذا الشكل. هذا هو اللي غادي نخليه انا للتزيين. بيان سور اذا ما لقيتوش او الا ما كانش ماشي بالضروره حتى نتوما تشريوه غير هذا كافي بحكم اننا غادي نعملو طارت ديال لوتوس فضروري يكون هذا البسكوتشو او لك طبقه رئيسيه يكون ديال البسكوتشو هذا صافي. وهاد انا غادي نحتفظ بالتزيين. بيان سور التزيين تقدروا تعملوا اي حاجه بغيتوا. كاينه بزاف ديال البنات اللي داروا جوج حبات من هادو ديال الطرطه من الفوق حتى هو راه كافي وصافي. دونك دابا غادي نمشيو اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نطحن البسكوي. الوغ الزبده ديالي هاهي خلاص طوبتها ولكن قبل ما غادي نضيفها على لوتوس اللي انا طحنت غادي ناخذ واحد شويه نخليه للتزيين. بيان سور اللي ما بغاش يزين بهذا وعندو شي طريقه اخرى يقدر ما ياخذش ما كاين حتى شي مشكل. دونك غادي ناخذ معلقه وغادي نوزع بها الطبقه الاولى بالتساوي بيان سور. بالنسبه كيف ما عارفين الناطه راه كيكون ما فيهاش سكر الحليب ما فيهش سكر دونك الحاجه الوحيده اللي هي حلوه هي هاد الكريمه ديال لوتوس
اللي يبغى يستعمل سكر يستعمل سكر، اللي يبغى يستعمل نيسلي او الحليب المركز يستعمله. كيبقى اختيار ديالكم الذوق ديالكم بيان سور. الناس ديال السكر الا ما بغاوش يستعملوه، الناس اللي ديال لي ديابيتيك ما بغاوش يستعملوا السكر ما يستعملوش، الناس ديال الريجيم الا بغاو ما يستعملوا السكر ما يستعملوش. كنظن غير القاعده ديال الطرطره كتكون حلوه زائد هاد الكريمه هادي راه كافيه. دونك بالنسبه لي انا السكر غادي نستغنى عليه هاد المره، وبغيت نجرب واحد شويه ديال الحليب المحلى ونشوف كيفاش غادي يجي الطعم ديالها او لا المذاق ديالها كيفاش غادي يجي. دونك انا غادي نهبط هاد الكريمه بحكم انني كنديرها في الثلاجه. دونك كيف ما عارفين الاصله ديال بقات برا غادي تخسر نهبطها. هاد الكريمه اللي عندي انا هنا راها ديال نص يترو او لا 500 ملي. صافي دونك هادي نيت غادي نعبر نص يترو ديال الحليب. غادي نضيفو على الناطا ديالي صراحه. انا شفت بزاف ديال الناس اللي عطاو الطريقه ديال هاد لاطارت، ولكن انا بغيت نديرها شويه مختلفه. دونك غنحاول ندير تقريبا نص ما كاملش، المهم ربع. وغادي نفتح شي حاجه. دونك مشيت جبت معلقه تكون نقيه باش الا بقات ليها الكريمه تبقى نقيه ما تقاش، وغادي نضيفوها باش نعطيوها هذاك اللون وفي نفس الوقت نعطيوها المذاق ديال الدوش. وكيف ما كتشوفوا غادي ندير تقريبا 3 ديال المعالق كبار. كنظن هذا راه كافي. الوغ ما تنساوش واحد الحاجه اللي هي ضروريه باش الخليط ديالنا يعقل. كيف ما كنقول لكم دائما انا كنستعمل الكوخاضه، اللي ما عندوش كوخاضه يقدر يستعمل المايزينا بيان سور. كنستعملوها على الخليط ديالنا يكون بارد باش ما كتكورش. صافي غادي من بعد نحرك الكل ونحطها على نار تكون مهيله مع الاستمرار في التحريك ديالنا حتى نحسوا بالخليط ديالنا عقاد. في حالة ما إذا شفتوها مازال ناقصة من الكريمة ديال الدوش، نتوما ديك الساعة فين غتزيدو تضيفو ليها واحد المعلقة. أنا غادي نحطها فوق البوطة تبدا تدوب، وديك الساعة أنا غنقول لكم كيفاش بحكم أنها جامدة دونك منقدرش نحكم عليها. نستمروا بالتحريك ونديروا فوق البوطة ونتلقاو من بعد. الوغ انا حطيتها فوق النار مهيله بيان سور من بعد التحراك. هذا هو اللون اللي ولا فيها، المهم ماشي هذا هو اللي ولا فيها. صراحه انا زدت ليها واحد المعلقه كيف ما كتشوفوها هو، المهم فاش حركت جاني بقى ناقص شويه وزدتها واحد المعلقه. دابا غادي نستمر بالتحريك مزيان. المهم الخليط ديالي ها هو وجد كيف ما كتشوفوا، صراحه ما تعطلش بزاف نهائيا، دغيا دغيا الخليط وجد. صافي انا دابا غادي نطفي عليه وغادي نضيفو على الطبقه الاولى. وكيف ما عودتكم دائما انا عمرني في حياتي ما كنخوي الخليط سخون على الطبقه الاولى، دائما كنعمل واحد المعلقه وكنخوي عليها.
عرفتي داك الريحه ديال الحليب اللي انا ضفت ليها، داك الحليب المركز عرفتي، يعطي ما شاء الله واحد المذاق زوين 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 بزاف، وحتى الريحه طالعه غزاله غزاله غزاله. هبط الباقي لان شفتي ما عارفه هذا هو اللي كتلفق شي شويه، انا ما غاديش نهبط ليك القاع صافي. غادي نتاك غير هادشي اللي عندي هنايا، انا المول ديالي حطيته على هاد السينيه هادي، غادي نبقى نحاول نحرك فيه غير هكا بشويه بشويه. صراحه دانييرمون كنت صايبت واحد لاطارت والمول بيان سور كان عندي جديد وما عرفتش شنو وقع، هزيت المول بحال هكا باش نقادي وهي تفتحات هادي وتخوات ليا لاطارت كامله، دونك صراحه ما بقيتش كنفيق، داكشي علاش حطيت صينيه من تحت. غادي نحاول ندير شويه بشويه. الوغ لاطارت ديالي صافي راه وجدات بردات، خرجتها من الكونجيلاتور دابا راه بارده. دوبت اللي كان باقي ليا من الصوص، غادي نضيفها والوجه صافي. نبدا نسرح بها قاطعه على تحت الكاميرا، بالنسبة للتزيين بيان سور غادي تقدرو تزينو باش ما بغيتو نتوما، دابا غادي نفتحها على هاد الشكل كيف ما كتشوفو. يا سلام عجبني عجبني الشكل ديالها كيفاش جات كيفما كتشوفو. هاد البسكوي اللي كنت خليت قبيله دابا غادي ندوزو في الحاشية غي شوية بشوية، نشوفو شي مغلقة صغيرة ولا غي بليد. مطولش عليكم على الفيديو باش ميجيكمش طويل، غادي نحاول نستعملو بهالطريقة حتى نساويها. صافي كاين هذا بيان سور كل واحد غادي يزين باش بغا، انا غادي نزين هذا الشكل. Thank you.
هكا بلا ما نكثر. ديك الساعة فاش يتقطعوا كل واحد يحطوا له حيلة من البيسكوي. صافي دابا غادي نزولها مع السمنة. السلام عليكم. المهم رجعت لكم من بعد ما الطرطه ديالي وجدات كيف ما شفتوا انا فاش عملت ليها الفينيسيون ولا لا ديكوراسيون. رجعت خليتها واحد شويه في المجمد باش تبرد ليها هذيك الكريمه اللي انا زدت ليها من الفوق, والشكل النهائي ديالها كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كتجي الطرطه ديال البسكوي من تحت والحشوه اللي حنا درنا ليها بالناطا ولا الكريم فريش مع الحليب. الو صراحه بقات فيا قطع عجبني الشكل ديالها والله العظيم. هي بسم الله إذن المهم أنا قطعت طريف باش نقيسو معاكم. كتجي على هاد الشكل هدا, شوفو كيفاش كخامي. صراحة واعرة وحق الله العلي العظيم. المهم الحاجة اللي بغيت نقول لكم البنات وغنرجع نأكد لكم عليها, البنات اللي ما عندهمش الباتور ولا ما عندهمش الماكينه باش يطلعوا الكريم فريش, بلا ما تقولوا ما نديروهاش حيتاش ما عندناش الكريم فريش. بهذه الطريقه غادي تجيكم اروع, بارده زوينه غزاله بلا ما تحتاجوا تعملوا كريم فريش. كاين بزاف اللي كيطلعوها ومني كيصايبوها في لاطارت كطيح لهم ولاطارت ديالهم كتسيح بهذا الشكل هذا. شوفوا لي على منظر كتجي روعة والله العظيم كتجي روعة. أتمنى أنكم تجربوها وتلقوا فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم, ما تنساوش تدعمونا بليجام لي كومنتار, وإذا عجبكم الفيديو تبارتاجيوه مع أصحابكم. السلام عليكم, تلقوا في وصفة آخر إن شاء الله.